أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تسليم إيران مقر الدبلوماسية اليمنية لممثل ميليشيا الحوثي لديها. أدانت الحكومة تسليم النظام الإيراني للمقار الدبلوماسية والمباني التابعة لليمن في طهران إلى ممثلي ميليشيا الحوثي، وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن استنكارها لاعتراف النظام الإيراني بالميليشيا، مؤكدة أن إيران تعد الداعم الأول للإرهاب، وقالت إن ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. يأتي التنديد الحكومي بعد أسابيع من إعلان الميليشيا تعيين سفيرا لها في الجمهورية الإيرانية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دلالات اعتراف إيران بسفير الميليشيا الحوثية وتسليمها للمقار الدبلوماسية؟ وما الذي يمكن للحكومة الشرعية والتحالف العربي عمله إزاء هذا الاعتراف؟ قبل أن نستضيف ضيوف هذه الحلقة نتابع التقرير الذي أعده الزميل عبد الرقيب الأبارة ثم نعود. في مؤشر جديد على تواصل الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، أعلنت طهران تسليمها المقر الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية لمن وصفته بالسفير اليمني الجديد لديها إبراهيم الديلمي. التسليم للمقر الدبلوماسية جاء بعد أسابيع من إعلان الميليشيا تعيين سفير لها في إيران واعتراف الأخيرة بالحوثيين كممثل رسمي للجمهورية اليمنية لديها. خطوة الجانب الإيراني دفعت الحكومة الشرعية للتنديد بالاعتراف بممثل الميليشيا وتسليمه المباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، وهو الأمر الذي عدته بمثابة مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني. الخارجية اليمنية حملت في بيان لها النظام الإيراني مسؤولية تبعات ما وصفته بالانتهاك الصارخ الذي قالت إنه يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة ما اعتبرتها تصرفات باطلة وغير مسؤولة من قبل النظام الإيراني. أمام هذا كله يرى مراقبون أن تعثر الشرعية اليمنية في حسم الحرب وبقائها أسيرة الرياض وأبوظبي يدع الباب مفتوحا أمام الحوثيين لحصد المزيد من المكاسب ميدانيا ودبلوماسيا، مكاسب لم تؤهلها فقط للحصول على حق الاعتراف الأول كسلطة شرعية من الجانب الإيراني الداعم والراعي لها، بل ويهدد بحصولها على اعترافات مماثلة من دول أخرى إذا ما استمر حال الشرعية على ما هو عليه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. تسليم المقر الدبلوماسية والمباني التابعة لليمن في طهران لممثل ميليشيا الحوثي، ماذا تعني هذه الخطوة التي قامت بها طهران؟ طبعا تعني هذه الخطوة خرق للقوانين الدولية وللقوانين الناظمة لسيادة الدول في المجتمع الدولي. الحكومة الشرعية يجب أن تبلغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن على هذا الاختراق للقانون الدولي الذي يجري مثل هذه الأعمال، أن تمنح ميليشيات أو يمنح انفصاليون أو غيرهم من الانقلابيين لدول ذات سيادة تمنح لهم اعترافات وتسلم لهم مقر دول دبلوماسية ذات سيادة. هذا اختراق للسيادة اليمنية واختراق للسيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. لم يسبق أن دولة لم تعترف بالحكومة الشرعية، المجتمع الدولي بالكامل يعترف بالحكومة الجمهورية اليمنية، وأي اعتراف بأي ميليشيات خارج نطاق الدولة خارج نطاق الجيش خارج السيادة يعتبر خلقا للقانون ويصبح استحداث جديد وطارئ على سيادة الدول، ويجب أن يجرى دوليا على مستوى المجتمع الدولي وعلى مستوى المجتمع الإقليمي وعلى مستوى المجتمع العربي، لأن هذه بادرة سيئة، وإيران بهذه تفتح على نفسها الكثير من خطوط النار وخطوط الاختراقات الدبلوماسية بمثل هذه السلوك الذي يعتبر مشينا في بحق الدول. لكن في الاتجاه الآخر أختي الكريمة، طبعا للأسف الشديد استمرار بقاء الحرب واستمرار بقاء السيادة اليمنية والشرعية اليمنية أثيرة لدول التحالف حتى هذه اللحظة ومرور
خمس سنوات على ذلك ولتحسم هذه الحرب لم تحسمها حكومة الشرعية ولم تحسمها أيضا تلك الدول العربية التي أرادت أن تساعد اليمن، وإن أسف شديد خلقت مثل هذه الكيانات وخلقت مثل هذه الميليشيات، بل ساعدتها وأوقفت تقدم قوات الجيش في العديد من الجبهات، في حسب المعركة في الحديدة، في جبهة سرواء، جبهة مهم، الكثير من الجبهات، تم إعاقتها للأسف الشديد من الجهات الدائمة والجهات لدعم الحكومة الشرعية. نعم سيد عبد الحفيظ، تأتي خطوة إيران هذه بعد أيام من الحديث عن حوار ومشاورات بين الحوثيين والسعودية في الرياض، ما الذي يمكن أن تمثله خطوة إيران هذه في هذا التوقيت في وجود حوار بين الحوثيين والسعودية يرحب به المجتمع الدولي، يرحب به العالم، ما الذي تسعى لفرضه إيران بهذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟ نعم طبعا إيران من خلال هذا الموقف هي طبعا كشفت أولا عورة أجهزتها في اليمن، وأن كما يقال في المثل العربي بأن ذيل الكلب عمره ما يعني يستني، وبالتالي ما قامت به إيران يكشف أيضا بأن الحوثيون ليس لهم يعني ليس جادين في عملية إجراء الحوارات، وإن كانوا جادين كانوا انجزوا وساهموا في انجاح الحوار الوطني في 2014 و2015، لكن للاسف الشديد يتضح جليا وواضحا امام المجتمع المحلي وامام المجتمع العربي وحتى امام دول التحالف للاسف الشديد التي يعني سوت تلك التي كانت تتحاور سرا مع الحوثيين وتقدم لهم الدعم اللوجستي، او تلك الدول التي يعني المملكه العربيه السعوديه التي تعاطت معهم سرا واجرت معهم حوارات سريه وبعيده عن الحكومه الشرعيه للاسف الشديد. هي اليوم تؤكد ايران بان الحوثيون احد احدى اجهزتها في المنطقه واحدى نصالها التي تضرب بها خاصره الدول العربيه الشقيقه والمجاوره لليمن، وتؤكد بان الميليشيات لا تزال بيدها يعني، وبالتالي اعتقادي بان اي حوارات مع الحوثيين مع الفشل، هذا تاريخ اسود يحتفظ به اليمنيون ويحتفظ ايضا به العرب والمجتمع الدولي، اذا لا. كل تلك الحوارات والاتفاقيات التي كانت في الكويت التي كانت فيها الجنيف والاستقلال وغيرها من الحوارات التي اجريت مع الميليشيات، وكانت للاسف الشديد الميليشيات قرارها ليس بيدها، ولكن كانت تاتيها القرارات والمراجعات والحفظات من قبل ايران، وهذا معروف، كان يتبع الجانب اليمني والحكومه الشرعيه مع الحوثيين في كثير من القضايا، وياتي بمرور بعد ساعات وايام يعني تخلف بوعودها هذه الميليشيات، وايران اليوم تؤكد بان الحوثيون كغيرهم من الميليشيات في سوريا في العراق لا تزال بيدها، وبالتالي وفي لبنان ايضا لا تزال قوى او قوات تشكل يعني تهديدا لخصومها في المنطقه العربيه والخليج العربي. نعم أستاذ عبد الحفيظ، تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر الذي ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيد سلمان، كيف يمكن أن نفهم خطوة إيران؟ ما هي أبعاد اعتراف طهران بميليشيا الحوثي وبما قامت به من تسليم المقر الدبلوماسية وتعيين سفير من قبل الحوثيين في الرياض؟ هل نعتبر بهذه الخطوة أن هنالك رسالة قد توجهها طهران إلى السعودية مع حديث السعودية عن وجود محادثات وحوار سري بينه وبين الحوثيين؟ أهلا وسهلا سيدتي، بداية أحييك وأحيي ضيفك والسادة المشاهدين. أهلا بك. بقناتكم بلقيس. في الحقيقة أن ما يأتي من إيران يعني كاعتراف ما يحدث هو ليس جديد. هو مجرد يعني تأكيد بأن من يدعم الإرهاب قبل الحوثيين هي إيران. هذا الاعتراف الضمني بما تقوم به إيران من خلال اعترافها بسفرات الحوثيين أو بسفراء الحوثيين أو ما شابه ذلك من الدعم، هو يؤكد ما ذهب إليه التحالف من الساعات الأولى لانطلاق عاصفة الحزم، عندما أكد بأن الدعم الإيراني الذي أنكره وزير الخارجية الإيراني وقتها وأنها مجرد
معلومات لا صحة لها، وأن إيران لم تدعم في يوم من الأيام الحوثيين. اليوم إيران ينكشف عنها الغطاء وتنفضح على حقيقتها، وما هذا الاعتراف إلا تأكيد لعمليات الإرهاب التي تحدث في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي عدد من الدول العربية. إيران في هذه الخطوة الاعترافية تؤكد للجميع ولمن كان يشك في ذلك بأن العصابات الحوثية في اليمن تحديدا هي تكذب ولا تزال تضلل، وهي أنكرت مرارا وتكرارا بأن ليس لها أي علاقة مع طهران، وأن كل ما يحدث هو مجرد استراءات وأكاذيب، وأن ما يطالبون به بأنها مظلوميات لهم وحقوق مشروعة. الآن إيران تفضح الحوثيين وتعريهم، بل بصراحة كشفت ورقة التوت. الآن ما يحدث في اليمن هو تدخل إيراني سافر، وتأكيد بأن إيران تريد طمس الهوية اليمنية، وعلى الخبثاء أن يوقفوا عند حدودهم، وعلى الذين هم يدعون النبل ويدعون يمن العروبة أن يعلموا يقينا بهذا الاعتراف الإيراني أن اليمن يتجه إلى الهاوية، وسيكون مصيرة أسوأ من العراق وسوريا وغيرها إن لم يتنبه اليمنيون إلى هذا الموقف الخطير ويعودوا إلى رشدهم. نعم سيد سلمان، سيدك أن أوضح نقطة. تفضل. تفضلي. تفضل. كنت سأسألك كيف يمكن للتحالف، كيف يمكن للتحالف وعلى رأسه السعودية وأيضا الحكومة الشرعية أن يتعاملوا مع هذا الاعتراف الرسمي للعلاقات بين إيران والحوثيين، والدعم كان سابقا تنفي طهران دعمها وصلتها بالحوثيين، وأصبح الآن على الطاولة أمام الجميع. كيف يمكن للسعودية وللحكومة الشرعية التعامل مع هذا الأمر؟ كيف يمكن استغلال أن أصبح التعامل بينهم رسمي وعلى الطاولة؟ ممتاز سؤالك جيد، ولكن اسمحي لي سيدتي أن أصيغه بطريقة أخرى. تفضل. أين عندما نرمي على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذا الاعتراف الإيراني لنترك التحالف العربي، التحالف العربي وهدفه في اليمن هو هدف رئيسي استعادة الشرعية، ليس لها أي أهداف أخرى، ولكن نريد أن نرمي على طاولة الأمم المتحدة وعلى طاولة المجتمع الدولي هذا الاعتراف الضمني، ماذا سيكون الرد لهؤلاء الذين يحاولون التغطية على إيران وعلى أفعالها وعلى دعمها وعلى استخلاتها في المجتمع العربي وأيضا حتى الإقليمي؟ نريد أن نعرف ماذا، كيف سيكون حماية البحار والملاحة من الاعتداءات الإيرانية؟ الآن ما يحدث من اعتداءات على السفن بأيدي حوثية هو بدعم ايراني، خلاص واضح، يعني واضح الامر، لا يحتاج الى تبرئه او مجرد تغطيه على ايران، ايران اعترف. نعم. خلاص اذا ما يحدث الملاحه في البحر هو باعتداءات ايرانيه، ماذا سيكون رد المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي كان يقول انهم الحوثيين وان هذه القوه وهذه الامكانيات وهذه القدرات هي لدى الحوثيين، وكنا نقول ونتكلم وننادي كثيرا بان هذه القدرات عليها بصمات ايرانيه، ولا يمكن الحوثيين الذين خرجوا بين يوم وليله من كهوف صعده لا يفقهون شيئا ولا يعلمون في الحياه شيئا ان يصبحوا صناع طائرات مسيره. سيد سلمان هل ما زلت معي؟ سقط الاتصال مع سيد سلمان. إذا نعود إليك سيد عبد الحفيظ، لعلك استمعت لحديث سيد سلمان الذي تحدث عن ما الذي يجب أن يعمله المجتمع الدولي بعد أن أصبح دعم الإيران للحوثيين بشكل رسمي وبشكل صريح. كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تستغل تحول هذه العلاقة بين الحوثيين وإيران من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة؟ نعم، الحكومة الشرعية أن تستثمر هذا الاقتراح الإيراني الفاضح للسياسة اليمنية، ويجب على أن تفعل هذه النقطة وتقدم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات المعنية بسيادة الدول. هذا اقتراح للقانون الدولي على الحكومة الشرعية أن تستثمره
ولا يجب أن يمر بهدوء ولا يجب أن يمر دون الاحتجاجات تقدمها الدبلوماسية اليمنية وحتى دول التحالف العربي. ما الذي لدى الحكومة الشرعية للقيام به؟ لأن هذا سيد عبد الحفيظ، ما الذي لدى الحكومة الشرعية للقيام به؟ أن تقدم شكوى صريحة للمجلس الأمن وللأمم المتحدة بشأن هذا الاختراق والاستيلاء. نعم. أستاذ عبد الحفيظ هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عبد الحفيظ. أيضا نعود إلى السيد سلمان إذا كان معي. نعم سيد سلمان، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم سيد سلمان، هل ما قامت به ميليشيا إيران بتعاملها مع ميليشيا الحوثي الأخير، هل يمكن فهم ذلك أنها تحاول استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمنع تكرار ذلك؟ طبعا ما يحدث من دعم سواء كان لوجستيا او غير لوجستيا من حوثيين في اليمن هو تقويه شوكتهم وصناعه حزب الله اخر في اليمن. ما نلاحظ من توافق بين حزب الله وكلمات حسن نصر الله وتمجيد الحوثيين وتبادل الغزل ما بين عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله هي صناعة في الأخير إيرانية لخلق مجتمع حوثي مماثل لحزب الله في لبنان داخل اليمن. الآن يبدو وليس ببعيد أن هذا الاعتراف الضمني لإيران هو تأكيد لكل ما ذهب له التحالف من اللحظات الأولى، وأنا أقر على هذه الجملة. عندما كان التحالف يؤكد بالأدلة والبراهين كان للأسف من داخل مجلس الأمن من يحاول أن يشكك في مصداقية ذلك. اليوم إيران تعترف، إيران تعترف بدمار سوريا ولم يتحرك مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي. إيران تعترف بتدمير العراق وتفتيته ولم يتحرك المجتمع الدولي ولا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة. الآن مؤخرا إيران تعترف بدعم الحوثيين وبتهديد الملاحة الدولية، ولم نجد أي إدانة حتى هذه اللحظة من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي. أنا أتمنى من مندوب الأمم المتحدة أن يذهب إلى طهران، أتمنى من ذهابه من إضاعة الوقت وذهابه إلى صنعاء وذهابه إلى الرياض لمقابلة الحكومة الشرعية ثم عودته إلى عدن ثم ذهابه إلى هنا وهناك، أن يذهب مباشرة إلى طهران. نريد منه أن يتحدث مع الإيرانيين. لماذا يعني ما يحدث الآن هو فضيحة وعار على المجتمع الدولي. نعم يا سيدتي الجميع يعلم، أنا أعلم وأنت تعلمين والمشاهدين يعلمون وأمريكا تعلم وبريطانيا تعلم والمجتمع العالمي والدولي يعلم أن إيران هي من تقف وتدعم هؤلاء الصعاليق في اليمن. لا يمكن أن يصدق أهدا فما بالك بعاقل أن من يصنع الطيارات المسيرة هم الحوثيين. يا سيدتي لا يحملون مؤهلا ابتدائيا ولا يحملون خبرات ولا مؤهلات ولا شهادات، هل يسمعون هذه الصواريخ الفلسطينيه؟ المملكه العربيه السعوديه قدمت ادله حيه مباشره على الاسلحه الايرانيه والصواريخ التي كانت تستهدف المملكه العربيه السعوديه ولم نجد اي تحرك دولي. لذا انا اعتقد ان هذا الاعتراف سيمر مرور الكرام. هذا الاعتراف الايراني يا سيدتي لن يغير في الامر شيئا. المجتمع الدولي واكررها بالفم المليان يعلم ان ايران هي من يقف خلف دمار سوريا والعراق واليمن. واعلنت يا سيدتي هذا الاعتراف ليس جديد، الم يكن هناك اعتراف واضح وصريح من وزير الخارجيه الايراني بان العاصمه الرابعه التي ستسقط في ايدي الايرانيين هي اليمن؟ اذا هناك اعترافات سابقه ولم يتحرك شيء من المجتمع الدولي، فلذا اعتقد ان هذا الاعتراف الاخير لن يقدم ولن يؤخر شيء. ايران لم توقف عند حدها ولن تلجم. ولذا اعتقد ان المشكله ستكبر وستتصاعد ولن يستيقظ مجلس الامن الا على الكارثه عندما تحرق ارضيته. وبرايك سيد سلمان لماذا كل هذا التغاضي؟ لماذا كل هذا التجاهل؟ برايك لماذا كل هذا التجاهل وكل هذا التغاضي؟ وكيف يمكن التصرف تجاه كل هذا التجاهل لما يحدث؟ كيف يمكن للتحالف وللحكومه الشرعيه دفع المجتمع اليمني للقيام للمجتمع الدولي للقيام بواجبه؟
دائما المجلس يعني لا نعول كثيرا سيدتي لا على مجلس الامن ولا على الامم المتحده. عندما يريد هؤلاء ان يصيبوا هدفا فانهم يخططون جيدا، اما نحن سنبقى نصرخ حول الحائط او الجدار بمفردنا ولم نؤثر في شيء. عندما اراد مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يسقط العراق وان يسقط حكم الرئيس الراحل صدام حسين بتوجيهات ايرانيه، حصل ما كان يريد المجتمع الدولي ومجلس الامن. لكن عندما نقول الان بان ايران تصنع الارهاب في اليمن وفي سوريا وفي العراق ونريد من يقف مع الحق لا مع الدول العربيه، لم نجد احدا يقف مع الحق او حتى يدين ما تقوم به ايران. يعني ذلك القدس وما غيرها من هذه التكتلات التي تحدث في العراق وفي اليمن وفي لبنان، ايضا لبنان على حافه الهاويه يا سيدتي. ايران تدخلت تدخل ساذج في هذه الدول العربيه وللاسف لم نجد، يعني ماذا قدم مجلس الامن؟ يعني معلش خلينا نسال يعني اكيد المشاهدين بعضهم يسال يقول نعلق امال على مجلس الامن، ماذا قدم مجلس الامن حتى الان؟ مجلس الامن منذ اكثر من 25 سنه لم يتخذ قرار صارم الا ضد صدام حسين فقط، ولاهداف اساسيه ورئيسيه ياتي في مقدمتها وفق اعترافات الاستاذ عادل الاسدي مسؤول الاستخبارات السابق في ايران والذي اعترف صراحه بان اسقاط العراق وصدام حسين تحديدا كان بتوجيهات ايرانيه. لذا عندما ارادت ايران اسقاط العراق تمكنت من ذلك ووقف معها ودعمها مجلس الامن. لذا لا نعول كثيرا على مجلس الامن، ستستمر الشرعيه اليمنيه والشرفاء من اليمنيين في تحرير اليمن وفي دحر الحوثيين، ولن يسمح اليمنيون قبل غيرهم بان يكون في اليمن حزب الله اخر. الحوثيين حجمهم ومكانتهم معروفه ولا يتجاوز 3 إلى 4% في كهوف صعده. المجتمع اليمني المثقف العارف الحكيم هو على امتداد اليمن، وقريبا باذن الله ستتحرر اليمن وسيعود الكابوس الايراني او الفارسي الى مقره. سيد سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك انك كنت ضيفا معي في هذه الحلقه، شكرا جزيلا لك. اذا عوده اخيره اليك سيد عبد الحفيظ الحطامي، الان بهذا الاعتراف الصريح من طهران بالحوثيين والتعامل فيما بينهم، كيف يمكن لهذا ان يغير من المعادله السياسيه على الارض؟ أختي الكريمة، طبعا دعيني في فيما يتعلق بموضوع فعلا الصراخ التي تقدمه الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالدبلوماسية للرسائل للمجتمع الدولي وللمجلس الأمن وغيره، يجب أيضا أن تكون هناك خطوة جادة من قبل الدول العربية والخليجية أولا في عملية استدعاء سفراء إيران وربما حتى أيضا إغلاق سفارات إيران لديها كخطوة عملية. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي مناهضة ومواجهة إيران يجب أيضا أن يكون لها موقف، وكافة الدول التي تدعي أيضا وتصنف إيران بأنها دولة راعية للإرهاب يجب أيضا أن تستدعي سفراء إيران، لأن هذه ما أقدمت عليه إيران لا يخص المنطقة العربية فقط، وتهدد أيضا ويشجع كثير من القوى الانفصالية والميليشيات والانقلابيين في العديد من دول العالم. فيما يتعلق على الساحة الوطنية يجب على الحكومة الشرعية وبدعم قوات التحالف العربي أن تحسم المعركة، بقاء المعركة مفتوحة في اليمن هو المزيد من الاعترافات بالميليشيات صنعاء، وبالتالي حسم المعركة هو الذي يكشف حقيقة صراحة دعم التحالف لليمن وجدية الحكومة الشرعية في إنهاء الانقلاب. حسم معركة الحديدة وحسم معركة جفتهم وصرواح تؤكد أن اليمن فعلا وقوات التحالف العربي قادرة على مواجهة إيران والمشروع الإيراني في المنطقة، وقادرة على اكتساب هذه النبتة الخبيثة ميليشيات الحوثي التي استهدفت السيادة الوطنية. وبالتالي لا يوجد سوى طريقين، الطريق الأول هو موقف عربي حازم وأيضا موقف وطني يمني لإيقاف ولحسم معركة اليمن مع هذه الميليشيات بدعم سابق وواضح ومن قبل قوات التحالف العربي. إذا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، وكان معي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نشكركم ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.